došao sam da te ubijem. Eto, dotle, opa, dotle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ اخباركم عاملين ايه؟ سيبوني بس نلعب النهاردة تلات أجزاء من تلات مودات. أكمل. هنلعب تلات خرايط ممنوعات يا صاحبي. ولا الفريق بتاعنا اسمه ايه؟ خليها على الله. فريق خليها على الله. خليها على الله. ادي جاموسه بتلعب بارتنا. محدش يلعب بوازيك، محدش يلعب بوازيك يا رجاله. قول لنفسك، ما انت لعبك كله زباله. اللعبه دي حلو. اخي طبع الكلب النجاسي، انت عمال تحشر طلق اه وعمال تلعب لعب خبز واحنا سايبينك ومفيش حد راضي يتكلم. هينفجر هينفجر. مفرقعات يا صاحبي، اتفرج يا صاحبي. العيق دلوقتي لما يروح يحكي لاصحابه يقول لك مره انسان حط. العب بقى العب بقى عشان انا فوقت لك الوقت على يكسب. العب برضه بيبوظ كده. العب بوازيك وهقرفه. لا كده ترمي السلعب بس. هتروح مني في هم تلات خلايط هنلعبهم. حلو البوازيك اخويا، جميله. ماشي ماشي، يبقى تعالى كل يوم قبل الفطار. ايه ده، هجيبك برضه. انا لا بحب العب معاك في الجامعه دي ولا جيم زي دي. انت اصلا شفاط لوت، عمال تلحس. لو كنت تلعب حلو وكنتش بتشفط اللوت دوت كان زماننا بنلعب في كيمبا يا نصران. بس ما تهوهوش يا اخويا، انت عملت هوا ولا هوا هوا في ايه مالها؟ العب العب ولا الحق بالحق. مش انا جبت بيت اول ما جبتها من ايلا. قالت ازاي؟ قالت انت ازاي؟ انا كنت شغال مع وليه خرصه. انت لو كنت في بيت كان زمانك رقاصه. انا استنى استنى بس هوريك الفيديو، هوريك الفيديو. احلى اصمع دفع. هعرف ان النبي هتقول كده هو كان زماني بجيبها كل يوم. اخرس بقى عشان يومنا لسه طويل ولسه اللعبه ديت دلوقتي مش فاهم لها بقى. يعني دلوقتي احنا لما نتأزح كده شبه المغنية اتنين اصلا ضد واحد ومش عارفين يجيبوني، انت متخيل؟ بس انا والله بوظ لكم. يلا روح فين؟ وانا افضل رايح جاي كده على الفاضي ولا ايه؟ يا جدعان الو انا الو المشاوير عمالين يقتلوا في بعض. طب ايه؟ ابلع حد؟ ايه؟ يب. طب خد انت بلعديه يا معلم. ايوه ده واحد اهوت. فين التاني؟ فين الصرصور؟ ايوه تعالى تعالى تعالى. ايه اديه قتلك يا مش عارف اجيبك يعني. استنى 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 بيو مش هجيب ثواني. زغزغ ايوه فنشال فنشال. ادائك بقى ضعيف قوي. ادائك بقى ضعيف. اجري ورايا. ده هتبقى لو والله العظيم اللي جيم دي لوز اللوز يعني. ابلع نار. بقيتيها رجاله يعني خلصانه. العب بقى لعب الاستهبال اللي انا بحب العب. هيعيط هيدمع علمي شمع. افرض الاخ دماغك ورايح جاي على وشك، انت مش شايف؟ لا ما بشوفش. اطلب راجل ولا اطلب لك يعني مش فاهم انت عايز ايه الوقت ولا الكتم خالص يا عم. اللعبه دي مش ظابطه معايا. اقوم جايبها من هنا تقوم جايه هنا، اجيبها من هنا تقوم. بقول لك انا خارج انا خارج ما تقولش حاجه اهو اهو. العب جاي الجيم ده الخريطه الثانيه. كل حاجه بايظه معايا في حياتي، كل حاجه اجيبها من هنا ما تجيش من هنا، اجيبها من الحته الثانيه ما تطلعش من هنا. الكتم كده كوبايه الكتم كده عشان مش عايزين انا دوشه. حياتي بقت عامله شبه الكوبايه والازازه. فتحت سقف ولا مخروم؟ شيء من بعيد سامع صوت من بعيد. اهو اهو انت سامع صوت من بعيد. صح انا الاول وبعد كده اشوف الصوت اللي جاي من بعيد ولا جاي من تحتك. ده تعرف انا سمعت صوت من بعيد جاي بيقول لي ايه؟ بيقول لك ايه؟ والله ما انا والله ما مش انا اشوف. شوف من الواد الصوت جت في البوابه معاك. العب. حد بيزعزعك ولا انت لوحدك كده ولا معاك اصحاب؟ برضه عمال يتدلع وسايق كميه الرقص والبتاع وسايبني انا ورا هنا واقف في المدعكه عمال يموت. انت انت جاي تعمل انت رحم خالتك انت كمان؟ انت جاي تجيبني بالتصله؟ انت مفكرني ايه؟ انت ايه؟ محروسه؟ استنى 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 يا رب تمات كده من اللي هم بيقعدوا يقولوا لا يا ربي لا مستحيل مستحيل. وانما لو ربنا وعدني بواحد هو وجوده زي عدم. مش انا بقعد اشمشم لك على اللي موجودين في اللعبه؟ ما انت اخرك تشمشم، انما تجيب حد ما بتجيبش حد، تقعد تشمشم وتهوهو. اكتر من كده ما بشوفش منك حد. ما تجيب بقى انا. ايوه كده تعالى كده في ايدي. على فكره انا زعلت منك قوي 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 قوي. مويني مويني ولا كان حد بيتكلم. مويني مويني نط من هوا شبه الخفاش. ايوه بس كده حلوه.
الحكومة ده بتاعهم بيشتغل وانا بتاعي مش عارف معمول على عمل. حد باصص فيه في واحدة بومة رامي عينيها معايا ما تفهمش. بومي بنتي بومي. ايوه هشوف القنبلة هيت برضو هتلاقي مش شوف القنبلة اللعيبة كلها هتلاقيها بتضرب وبتجيب المال. شوف قنبلتي خلاها على الله. خلاها على الله. الأسلحة والأنابل وكل حاجة معايا مش شغال. اهو خلاها على الله. شعرنا في الحياة بيقول ايه؟ اللي كانوا عاملين مننا طلعوا غيرانين مننا وعرفنا متأخر ان معرفتهم ايه؟ متأخر. ما يليه لما بيلبق غيرك اليه عن حدا. كان كده والاغاني انا فوت لكم خلاص سواها بس روق. ايوه شوف برضو الام بتاعي في مشكله. اشكل مين طيب؟ ما تفهمش. بيو اهو سبحان الله. اول مره بس انا مش كنت اصلا في المده كتير عشان ايه نخش على المود الثالث والمود الاصغر اللي نلعب واحد ضد واحد. هات لعبني بقى راس براس يا معلم طالما انت عامل نفسك بنادم كده. برضو مالها وعلى الطاير اهو اهو. لا كويس ها كويس كويس. بيو ايه ده بقى ايه ده بحطه بقى بحتالي تقيل انت. غيتك انك تجيبني بيدك. العب بقى حموكشة كده مني ليه؟ نلعب ما نلعبش ليه؟ الفكرة بقى بتاعت المود ده ان المفروض ان في ديناصور وفي مركبة اللي هي السيارة وفي اللي هي موتوسيكل. حلوة السيارة دي ماشي؟ فانا المفروض اروح اجيب من عنده الموتوسيكل بتاعه والديناصور واجيب من عنده السيارة. فهنشوف الوقت ما اللي هيجيب من عندي الحاجة دي. انا هغفله. بغض النظر عن الكيلات انا مش ههتم غير بس ان اقلبه بس في الحاجات اللي معادي. ماشي. درجن 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 درجن. الله يجبله فعلا. اصبر بس عليها كده. ايو استنى استنى اخشوه ولا سيب. طب ما انا غير لما اقرب الديناصور بتاعي انا هسيب الديناصور بتاعي برضه عندي. لا لا استنى بس انا كنت بجرب حاجه بس في دماغي لازم اروح على رجلي عشان اخد منه الحاجه. يا عم ولا ده جيريس بيتشرس عليا وبيجيبني ولا القطه كانت عيالها كده. حاجه بقت منتهى الفظاعه. علمته الرميه فلما اشتد ساعده ما جبناش لان انا معلمه غلط اصلا. هات السياره. انا برضو لو خدت السياره هروح له كده. ما انا بقى لما اخد حاجه من عنده اقوم سايب من عنده حاجه من عندي حاجه عنده. طب هقول لك حاجه حلوه قوي. ارمي دي هنا اهو. طبعا ولا خدها معايا لا اسيبها هنا اهوت. انا عارف اجيب العربيه تاني انما ما اعرفش اجيب هنصبر على هاي. استنى بس ما اجيبه. استنى يخ 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 يا ما بقول لك ايه بدي اخد الديناصور. درجن 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 درجن. مش فاهم الحكمه في ايه بس انا لازم اقلبه بكل حاجه عنده. انا كده بعتبر نفسي كسبت. ايوه كده. طب ما انا كده اديته العربيه من عندي. الغى بقى انا اجيب العربيه دي. ايش حالا خش جوه انا ايش. ايوه لسه بدينا نسوق العربيه اهي. ناخد العربيه دهيت واهي ونرجعها تاني عندنا. ارجع رجع 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 رجع. خلاص يا عم مش عايزها. هاي خد هاي هاي ولا هقول لك. هجيبها تاني. اصبر كده ايش احنا كده ايه لا كسبانين ولا خسرانين. لسه المفروض عنده بقى ايه الثلاث حاجات بتوعه. طب ارجع ارجع يعني مش يعني عيب منك. انا كنت ايام زمان كنت اقف في الحاره بس اضرب بقى لي كده اعرف الواحد الواحده وهي جايه شايله في ايدها ايه. طب استنى بقى كده اهوت. لا مش هيجي من هنا صح. في صوت خطر. اسرق منه ايه اسرق منه بص انا هقتله واخد منه ايه مثلا خلينا مش عارف اختار ايه اختار موتوسيكل ولا ايه اختار معايا يا عم. طيب هات العربيه اهي جميله العربيه اللي يجي في ايدي مش هزعله. سيبه تبي اديله يجري 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 بقى لسه يقعد يضرب عليا. بس كده معايا عربيتين وديناصور وموتوسيكل. اقلب منه واحده كمان يبقى انا كسبت كده لان اللي معاه حاجات اكتر بالتاني هو بيبقى كسبان. استنى غبي انا عارف انه طلع اصلا هنا. انا عارف انه غبي. بقى اخد من عنده اخر حاجه هو كده حتى برضه لو جابني انا مقلبه. ايوه ابلع ابلع اتحرق ماشي حلو قوي حلو حلو حلو. لف من الناحيه الثانيه ده ولا نروح لاي مكان. المكنه ايوه هات المكنه دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله. اللي عملش لايك للفيديو يعمل لايك للفيديو. قلبت من عنده المكنة. أنا أحب المغفلين. السلام. حلو قوي كده. مين اللي أيوه أنا اللي كسبت. فيكتوري. إيش يا جماعة؟ بس يا جماعة أشوفكم في فيديو جديد بكرة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل لايك للفيديو وصلي على النبي.